صباح الخير او مساء الخير عليكم، على حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوا معايا بيه الفيديو ده. فيديو النهاردة فيديو مميز جدا جدا، علشان هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة متميزة من الادوات المنزلية اللي كلنا بنبقى محتاجينها لبيتنا او لمطبخنا. قبل ما نبتدي الفيديو مع بعض، ياريت ما تنسوش ان انتوا تنزلوا دلوقتي حالا تدوسوا على زر اللايك علشان تشجعوني وتشجعوا القناة. ولو دي اول مرة بتشوفوا بيها قناة الادوات المنزلية، اتمنى ان انتوا تنضموا لينا عن طريق الضغط على زر الاشتراك وتفعيل جرس الاشعارات، بحيث ان هو يوصلكم اشعار بكل الفيديوهات الجديده واليوميه اللي بتنزل على القناه. بالنسبه بقى لكل الادوات اللي هيتم عرضها معايا في الفيديو ده، فانا عايزه اقول لكم ان في جزء من الادوات اللي معروضه في الفيديو ده هتلاقوا روابط الشراء الخاصه بيها موجوده ومتثبته في اول تعليق على الفيديو ده. واي حاجه مش هتلاقوها في اول تعليق تقدروا ان انتوا تكتبوا لي في التعليقات ايه هي الحاجه اللي عجبتكم، وانا هرد عليكم في الرابط المباشر المخصص للشراء. يلا بينا بقى دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض، ونشوف ايه هي الادوات والمنظمات اللي موجوده معانا، ونبتدي ان احنا نشرح طريقه استخدامها وايه هي الاستفاده منها. في البدايه كده معانا مجموعه من منظمات تخزين الاكل زي البقوليات او الاعشاب او السكر او الرز او التوابل. طبعا المنظمات دي مقاومة للحرارة، تقدري ان انت تغسليها وتنظفيها بكل سهولة، وبعد كده تقدري ان انت تعيدي استخدامها في اي حاجة تانية انت عايزاها. بعد كده معانا الجهاز الخاص بتطهير ادوات المائدة، تقدري طبعا تثبتيه على اي سطح مكتب عندك. التعقيم بتاعه عالي جدا، وبعد ما يتم تعقيم الادوات اللي بيتم وضعها في الجهاز ده بيتم تجفيفها عن طريق آلة التطهير. طبعا تقدري ان انت تتحكمي الجهاز ده عن طريق اللمس، والوقت اللي هو بيحتاجه علشان يطهر بيه اي حاجة هو 10 دقايق. رابط شراء الجهاز ده هتلاقيه موجود ومتثبت في اول تعليق. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض مجموعة من منظمات الزيوت والصويا صوص المانعة للتسرب، ومجموعة تانية من منظمات التوابل الزجاجية الشفافة المقاومة للرطوبة، مع توفر معلقة او معلقتين جوه كل منظم من المنظمات الخاصة بالتوابل. بعد كده على طول هنشوف مع بعض جهاز استشعار لتوزيع الصابون السائل عن طريق بخاخ بيتم شحنه عن طريق اليو اس بي قبل استخدامه، وطبعا يعتبر الجهاز ده جهاز مقاوم للماء. بعد كده تعالي شوفي معايا حاوية الزبالة، طبعا تقدري ان انت تستخدميها في الحمام او في المطبخ، وطريقة تثبيت او تركيب كيس النفايات جوه الحاوية دي طريقة سهلة جدا زي ما انت شفتي معايا كده دلوقتي في الفيديو. بعد كده تعالي نشوف مع بعض منظم الخزانة اللي ليه كذا طريقة في الاستخدام. طبعا بيحتوي على عدد كتير من الطبقات، حوالي 5 طبقات، تقدري ان انت تنظمي بيهم ادوات المطبخ المختلفة زي الاجهزة الكهربائية او الاطباق او الحلل. بعد كده هنشوف مع بعض علبة توزيع اعواد الاسنان او المسواك، طبعا طريقة استخدامها سهلة جدا، تقدري ان انت تضغطي على العلبة علشان تظهر لك اعواد الاسنان. وهنا كمان معانا حامل وموزع لاعواد الاسنان والمسواك، سهل جدا في الاستخدام وفي التنظيف، مانع ومقاوم للغبار والرطوبة. تقدري ان انت تطلعي اعواد الاسنان تلقائيا عن طريق الضغط على الحامل ده. بعد كده تعالي شوفي معايا تحفة ديفيد المنحوتة، طبعا تقدري ان انت تستخدميها كمزهرية او كديكور او كمنظم، مصنوعة من الجبس وبعض المواد الصلبة. تقدري ان انت تغسليها بالمية مع الاستعانة بفرشة او بورق صنفرة ناعم. بعد كده تعالي شوفي معايا شريط عازل للصوت، طبعا بيتم استخدامه اسفل الباب، مصنوع من مواد بلاستيكية، مرن ومتين جدا، مانع لدخول الغبار. تقدري ان انت تستخدميه في الشتاء وفي الصيف لانه بيمنع تسريب تكييف الهواء او التدفئة، وبالتالي بيوفر عليكي الكهرباء والفلوس. هنا بقى معانا صندوق التخزين المكتبي، طبعا الساعة بتاعته كبيرة جدا، تقدري ان انت تستخدميه في كذا طريقة لتنظيم احتياجاتك المختلفة، وتقدري كمان ان انت تستخدميه في كذا مكان سواء في المطبخ او في الصالة او في الادراج او الدواليب. بعد كده هنشوف مع بعض ميزان المطبخ الرقمي، بيتكون من شاشة LCD ومعلقة قياس بالجرام، طبعا المعلقة دي إلكترونية بتساعدك على قياس وزن وحجم الطعام، مناسبة جدا للاستخدام اليومي وعملية جدا. الأداة دي مثالية جدا لقياس وزن الزبدة أو الدقيق أو الشاي أو التوابل المختلفة. بعد كده هنشوف مع بعض المنظم الدوار،
متعدد الاستخدامات، المنظم ده بيوفر عليكي المساحة وبيساعدك جدا على تنظيم وترتيب المكان اللي هيتم استخدامه بيه. مصنوع من مواد بلاستيكية عالية الجودة، سهل جدا في التنظيف، وتقدري ان انت تستخدميه كمنظم لمستحضرات التجميل او كمنظم للعصاير او الزيوت، وتقدري كمان ان انت تستخدميه في التلاجة. بعد كده تعالوا نشوف مع بعض المعلقة الصغيرة دي المصنوعة من السيليكون عالي الجودة. طبعا المقبض بتاعها طويل وليها رأس مزدوج مرنة وقوية جدا، ممكن انها توصل لأعمق الزجاجات المختلفة، وبكده تقدري طبعا ان انت تستخدميها للميك اب بتاعك او في المطبخ او في الحمام. بعد كده تعالي نشوف مع بعض القطع المختلفة دي اللي بتساعد على تثبيت معقم او غسول الايدين او الشامبوهات او الكريمات المختلفة اللي بتبقى موجودة عندك. هنا بقى معانا سدادة الباب البسيطة في الاستخدام وسهلة جدا في الإزالة، طبعا تقدري ان انت تستخدميها على جميع الأسطح المختلفة، وزي ما انت شايفة معايا كده طريقة تثبيتها سهلة جدا. ده جهاز غلق أكياس حفظ الطعام، ماكينة لتغليف وتفريغ الهواء، مقاومة للرطوبة ومقاومة للروائح، بتساعدك على حل مشكلة تلف الطعام وبتساعدك ان انت تحفظيه لأطول فترة ممكنة. هنا بقى معانا رف لتنظيم وتخزين مواد وعناصر مختلفة، طبعا المنظم ده مضاد للانزلاق، تقدري ان انت تستخدميه في اماكن مرتفعة لان هو بيبقى قابل للسحب. وهنا عندنا برطمان التوابل اللي بيتكون من 4 شبكات مع الغطاء والمعلقة الخاصة بيه، طبعا مقاوم للغبار، وغير كده ان وجود مقبض على الجنب بتاعه ده بيساعد على حمله والتحرك بيه. هنا بقى معانا أداة قص وقطع المعكرونة، طبعا الأداة دي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، حادة جدا وسهلة في التنظيف، المقبض بتاعها مريح وسهل في الاستخدام، وكل الشفرات بتاعتها بيتم توزيعها بالتساوي بحواف حادة أثناء الاستخدام. هنا بقى معانا آلة ختم وإغلاق الأكياس المختلفة عن طريق الحرارة، طريقة استخدامها سهلة جدا، لازم تثبتيها 5 ثواني قبل ما تستخدميها، وبعد كده تحركيها على طول حافة الكيس اللي انت عايزة تقفليه، بتساعدك ان انت تحافظي على الطعام اللي موجود عندك ان هو يفضل طازة وان هو يفضل جاف وناشف ما يبقاش رطب. طبعا الآلة دي غير مناسبة للأكياس الورقية ولأكياس الألمنيوم. بعد كده تعالي شوفي معايا شوكة تقطيع البطيخ، طبعا الشوكة دي بتقطع لنا البطيخ زي ما احنا بنقطعه بالسكينة بالظبط، الشوكة دي مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، سهلة جدا في الاستخدام وفي التقطيع. متابعين قناة الأدوات المنزلية، عايزة أشكركم على متابعتكم ليا وعلى متابعتكم وحسن استماعكم للفيديو ده، أتمنى من كل قلبي إن الفيديو يكون عجبكم ويكون عند حسن ظنكم، وأتمنى إن كل الأدوات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون أدوات جديدة انتوا حبيتوها وتمنيتوا فعلا ان انتوا تحصلوا عليها. زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، بعض الادوات اللي اتعرضت في الفيديو ده هتلاقوا روابط الشراء بتاعتها متثبتة في اول تعليق، وهي الادوات اللي انا شرحتها لكم، انما الادوات اللي ما تم شرحها تقدروا ان انتوا تكملوا الفيديو ده للاخر علشان تشوفوها، ولو عجبتكم اي حاجة منها تقدروا ان انتوا تكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم في الرابط المباشر المخصص لشراء الاداة اللي انتوا محتاجينها. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو ده ان انتوا تضغطوا على زر اللايك علشان تشجعوني وتشجعوا القناة، واستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. اسيبكم في رعاية الله.